أيها الإخوة، تحية طيبة نبعثها لكم عبر الأثير من رحاب بيت طاهر شيد للعبادة وشيد للتقوى، يأمه المسلم مطمئن قلبه خاشع فؤاده، يردد اسم الله عالم الغيب والشهادة، خالقنا وخالق كل شيء، لا إله إلا هو الحي القيوم. أيها الإخوة، نحييكم من مسجد المرحوم الشيخ فهد السالم، وذلك لنقدم لحضراتكم تلاوة طيبة مباركة من القرآن الكريم، يرتلها بيننا فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. في بيوت الله تتعرى الأرواح والنفوس أمام الله، فلا تخفى عليه خافية في السماء ولا في الأرض، وببناء بيوت الله تنكشف أطماح الإيمان وتتبدد الرغبة الخالصة في رضوان الله، ولا سيما حين تتردد في هذه البيوت التي أذن الله برفعها فوق قواعد اليقين والإيمان. كلمات الدعاء وآيات من السماء ونبرات نابعة من نبضات القلوب المؤمنة. ونحن الآن في بيت لله بني على التقوى، وأريد به رضا الله، وتمت بفضله رغبة صادقة خالصة في ثواب الله. هذا البيت الذي بنته سيدة فاضلة أحياء لذكرى رجل له في خدمة بلاده والناس يد طولة ومشاركة صميمة خالصة. من رحاب هذا البيت الإلهي المقدس تنطلق آيات من الذكر الحكيم، جعلها الله رحمة لمن بناه ورضوانا لمن كانت لإحياء ذكراه، ومغفرة لنا جميعا من رحاب هذا البيت. أيها الإخوة، تستمعون إلى آية الذكر الحكيم من الشيخ عبد الباسط عبد الصمد: فإلى ما تخشع إليه القلوب وتتصدع من حوله الجبال، القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم، تحية
تحيتهم فيها سلام. وأدخل الذين آمنوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ألم تر كيف ضرب الله
أملا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا
تَسْعَوْا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ. قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ
وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإن إنك غفور رحيم ربنا عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة
ارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا اجعلني مقيم الصلاة.
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هكذا أيها الإخوة تنتهي هذه الإذاعة الدينية التي نقلناها لكم من مسجد المرحوم الشيخ فهد السالم الصباح، واستمعتم فيه